بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أخوة والأخوات قيادة الجمعيات السياسية، الأخوة والأخوات مندوبي المؤتمر، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لنادي العروبة على استضافتي لهذه الفعالية المهمة، متمنين لهذا الصرح الوطني كل التوفيق والنجاح. كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة المسؤولة عن هذه الفعالية وأعضائها الذين قاموا بجهود كبيرة من أجل عقد هذه الفعالية، ورئيس اللجنة الأخ الدكتور حسن العالي. والشكر موصول إلى الأخوة والأخوات الذين قدموا جهودهم، مشكورين لإعداد أوراق العمل التي نعتقد أنها تقدم قيمة مضافة لهذه الفعالية. كما نتقدم بالشكر لإدارة المؤتمر ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعماله. نلتقي اليوم وإياكم بعد عامين على إطلاق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصياته، دون أن تلوح في الأفق إمكانيات جدية للتنفيذ الشفاف لهذه التوصيات، رغم مناشدات الرأي العام المحلي والدولي بضرورة الشروع في علاجات ما حدث إبان فترة السلام الوطنية وما بعدها، إثر الانقضاض على دوار مجلس التعاون دوار اللولوة في 16 مارس 2011، وما تبعها من إجراءات أعادت العمل بقانون تدابير أمن الدولة السيد صيد، بل تجاوزتها إلى ما هو أفظع وأعظم من قتل خارج القانون واعتقال على الهوية وتعذيب ممنهج وفصل تعسفي وتمييز واضح وحصار على مختلف المناطق، وذلك في إعلان صريح بمد سلطات الدولة الأمنية إلى كل نواحي الحياة، الأمر الذي قاد إلى تبخر المبادرات السياسية وتعميق أزمة الثقة بين المعارضة السياسية وجمهورها من جهة وبين الحكم من جهة أخرى. هذه الأزمة امتدت حتى يومنا هذا، بل وتفاقمت بسبب تهرب السلطة من تنفيذ التزاماتها الدولية وإمعانها في الحل الأمني الذي قاد إلى تدهور كبير في الاقتصاد الوطني. تكشفت ملامحه في الأزمات المعيشية المتناسلة كأزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية والفقر وتراجع الخدمات العامة وزيادة الفساد الإداري والمالي، وبالتالي إلى تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وانزلاقهما إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ البحريني الحديث، حتى باتت البلاد على شفا انزلاق خطير للفتن السياسية والطائفية والمذهبية، بما في ذلك السعي المحموم لضرب قيادات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وآخر اعتقال والتحقيق ومحاكمة المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأخ خليل مرزوق. في مثل هذا اليوم قبل سنتين وقف البروفيسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أمام القيادة السياسية في حفل بث على الهواء مباشرة وتابعه العالم، فقدم وصفا لحالة الانتهاكات الفظيعة التي عانت منها البحرين في شهري فبراير ومارس 2011. يقول بسيوني في كلمته أن لجنة تلقت ما يقرب من 9,000 شكوى وإفادة وشهادة، وأجرت ما يتجاوز 5,000 مقابلة فردية وعشرات الاجتماعات، وانتقلت لعشرات المعاينات في مختلف أرجاء البلاد. وأمام القيادة السياسية قال أيضا الكثير من الكلام المحظور وسط صمت مطبق من الحضور الكثيف، تحدث عن مبادرة ولي العهد وسجل ملاحظته في هذا الشأن، وقال ترى اللجنة أنه لو كانت مبادرة ومقترحات سمو ولي العهد قد قبلت في حينها، لكانت قد مهدت الطريق لإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في البلاد، ولكانت قد منعت الكثير من التبعات السلبية التي أعقبت أحداث فبراير ومارس 2011. ونحن هنا نؤكد على هذا القول، ونضيف أيضا إن مبادرة ولي العهد
لم تستمر إلا لثلاث ساعات. بعدها عبرت قوات درع الجزيرة جسر الملك فهد وتبخرت المبادرة معها، ومعها الحل السياسي، وفرض مكانها الحل الأمني الذي مارس كل الانتهاكات التي رصدها التقرير في شهرين وأضعافها بعد صدوره. واستمرت الفضائع حتى يومنا هذا، فتكررت الانتهاكات التي رصدها التقرير بعد سنتين من صدوره، وخصوصا في عودة حليمة لعادتها القديمة كما يقال عبر إجراء جهات إنفاذ القانون في البحرين لعدد كبير من عمليات القبض دون أن يبرز مأمور الضبط القضائي أوامر القبض أو حتى إخبار الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض. وفي حالات كثيرة لجأت الجهات الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مصحوبة بسلوك استهدف بث الرعب والإرهاب في نفوس المواطنين، فضلا عن الإتلاف غير الضروري للممتلكات. هذا ما قاله بسيوني أمام جلالة الملك ويتكرر اليوم بعدة أشكال. أما التعذيب فحدث ولا حرج، فهو يحدث في الشوارع وممرات ومراكز التوقيف وبعض الأبنية المدنية التابعة للدولة مثل بيوت الشباب ومقار البلديات، ولا توجد تحقيقات جدية للدرجة التي أكدت فيها اللجنة على أن لديها تحفظات حول مدى فعالية بعض تلك التحقيقات التي لم تتضمن حتى الآن سوى سماع أقوال أعضاء الأجهزة الأمنية. وهذا الأمر أيضا يتكرر اليوم عندما بدأت التحقيقات والمتابعات للمتهمين بالتعذيب، فكانت النتائج واضحة من خلال ما جرى من تهريبهم وتهريبهم من مسألة الإفلات من العقاب. كما أثبت تقرير اللجنة أن المحاكمات قد تمت للمئات بناء على مواد في قانون العقوبات تعاني من الشبهة الدستورية والتناقض الصارخ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية. يشير تقرير اللجنة أيضا قبل سنتين أنه بلغ عدد الأشخاص الموقوفين بموجب المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية 2929 شخصا، أطلق سراح عدد 2178 شخصا منهم دون توجيه أي اتهامات لهم، يعني بقاء 751 شخص في السجن أيام السلامة الوطنية. أما اليوم فنحن أمام رقم كارثي يصل إلى أكثر من 2500 شخص من المعتقلين، منهم من صدر بحقه حكم قاسي ومنهم من ينتظر، وغالبيتهم الساحقة ينطبق عليها الوصف الذي تحدث عنه بسيوني في خطابه عندما قال إن هذه التهم ينطوي أغلبها على مساس بحريتي الرأي والتعبير المكفولين بموجب دستور البحرين والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ماذا عن دور العبادة من مساجد وحسينيات؟ لقد سجل التقرير 30 موقعا تم تهديمها بالكامل أو الاعتداء عليها وتكسير وحرق محتوياتها بما فيها القرآن الكريم. وماذا عن عمليات الفصل التعسفي التي طالت أكثر من 4400 موظف في القطاعين العام والخاص؟ وأي عبقرية تلك التي تفتقت ففصلت طلبة المدارس والجامعات ووثقت التقرير؟ ولماذا تتواصل المواد المذاعة على تلفزيون البحرين التي احتوت على لغة مهينة وتغطية مثيرة للأحداث وإن بعضا منها كان مسيئا للسمعة كما يقول بسيوني؟ كل هذا جزء من ما وثقته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأكثر من ذلك لم توثقه وخرجت بتوصيات موضوعية أرادت إخراج البلاد من أزمتها، كثفها بسيوني في خطابه الشهير في 17 توصية، أهمها التوصية الأولى التي تنص على تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة.
على أن تعيد اللجنة المقترحة النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهر فبراير ومارس 2011 بهدف وضع توصيات للمشرع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة حسب ما هو وارد في هذه التوصيات. كما تشكل التوصية الثانية صمامات أمان مستقبلية لوقف التعذيب، حيث نصت على وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ مسؤولية القيادة عليهم وفقا للمعايير الدولية. أما التوصية السابعة التي جاءت توصيات كلمة بسيوني فتنص على القيام بتحقيقات فاعلة في حوادث القتل المنسوبة لقوات الأمن وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة، مع تأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات، ويجب أن يقع إثبات اتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة على الدولة. فيما تؤكد التوصية العاشرة على أن تقيم الحكومة بصورة عاجلة وأن تطبق بشكل قوي برنامجا لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن. وتذهب التوصية الثانية عشر للمطالبة بإلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضا على العنف، وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس. كما دعت التوصية الخامس عشر إلى تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. وأكملت التوصية السادس عشر بالتأكيد على اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريع للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض التي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا. ما الذي تحقق بعد عامين من صدور هذه التوصيات وتعهد الحكم بتنفيذها جميعا؟ لم يتحقق شيء يذكر، فقد مورست عمليات هروب كبرى من التنفيذ المطلوب، أما عبر شطبها من الذاكرة أو من خلال الالتفاف عليها كما هو الحال مع التوصية الأولى والثانية، فلم تتشكل اللجنة المستقلة المحايدة، بل تشكلت لجنة حكومية مهمتها تعبيد الطريق أمام الحكومة لممارسة الهروب من تنفيذ هذه التوصيات. فلم يتردد رئيسها التقدم بتقرير مشوه وغير دقيق، رئيسها علي صالح الصالح، وغير دقيق ومجافي للحقيقة، ما شجع الأجهزة على الاستمرار في نفس المنهج الذي كانت تقوم به أثناء السلام الوطنية. إن الموضوع الأساس يتعلق بالإرادة السياسية المفقودة لدى الحكم في تطبيق هذه التوصيات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي. الحضور الكريم، إن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ورغم بعض تحفظاتها على تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لاقتصاره على رصد شهرين من الانتهاكات وعدم نشر الكثير من هذه الانتهاكات التي وصلت اللجنة، إلا أنها وجدت في توصياته فرصة من شأن تنفيذها إخراج بلادنا من واقع الدولة الأمنية التي تبسط سيطرتها على كافة مفاصل الحياة إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن بحقوق الإنسان وضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية كما جاءت بها الشرعة الدولية. إننا نؤمن بأن مطالب شعب البحرين في حياة حرة كريمة هي مطالب أساسية في نضالنا الوطني الديمقراطي، ونؤمن بوحدة هذا الشعب، ونجرم من يسعى لتقسيمه على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي أو إثني.
نؤمن بالمبدأ الدستوري، الشعب مصدر السلطات جميعا، ولا نرى مناصا من تنفيذه وإن حاولوا التهرب منه. فهو يعني الكثير لأي نضال وطني ديمقراطي، يعني الحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية والمجلس المنتخب الكامل الصلاحيات والدوائر العادلة التي تمثل صوت لكل مواطن والقضاء المستقل والأمن للجميع ومكافحة الفساد الإداري والمالي ووقف التجنيس السياسي المرعب. نؤمن إيمانا عميقا بالسلمية في نضالنا والمطالبة بالحقوق، وننبت جميع أشكال العنف من أي طرف كان، فالسلمية هي الطريق الوحيد لتحقيق أهدافنا المشروعة. إننا نؤمن بحوار جدي ذي مغزى يفضي إلى نتائج إيجابية تنعم بها كل مكونات المجتمع البحريني، وبالتأكيد لا نؤمن بحوار العلاقات العامة الذي يفضي إلى استمرار الدولة الأمنية ويؤصل الانتهاكات ويعزز سيطرة الأجهزة بدلا من المؤسسات. إننا نؤمن بأن من يمارس التمييز يرتكب جريمة نكراء ينبغي تقديم للعدالة، كما نؤمن بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق كما جاءت، وليس كما يراد لنا أن نوافق عليها. تنفيذ يبدأ بتشكيل لجنة مستقلة تشرف عليها منظمات حقوقية دولية كمجلس حقوق الإنسان العالمي. نترحم على شهدائنا الأبطال ونطالب بمحاسبة قاتليهم في السجون وخارجها. نطالب بالإفراج عن كل معتقل الرأي وفي مقدمة القيادات السياسية والحقوقية. المجد للشعب البحريني الأبي في نضاله السلمي من أجل نيل حقوقه المشروعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.